السلام عليكم. خلق الله تعالى البشرية وجعل في كل منهم الخير والشر، وخيرهم بين الحق والباطل. وجعل الله أكبر معصية وذنب بعد الكفر بالله هي قتل النفس البريئة. ولكن المفاجأة هي أن أول رجل اقترف ذلك الذنب العظيم هو ابن نبي، وهو قابيل ابن آدم عليه السلام. قتل أخيه هابيل كما نعرف جميعا. أنزل الله تعالى آدم عليه السلام مع حواء إلى الأرض عقابا لهما على عصيان أوامر الله تعالى، وأمرهما أن يبنيان الأرض ويتكاثرا. وبعد مدة من الزمن واعتاد آدم وحواء على الحياة على الأرض، وقدر الله تعالى أن تحمل حواء بتوأم. وعندما ولدت أنجبت ولدا وبنتا، وحملت بعدها بمدة قصيرة وأنجبت أيضا ولدا وبنتا، فتربوا الأخوة سوية حتى كبروا ونضجوا. وكان قابيل يعمل بالأرض يزرعها ويفلحها، بينما كان هابيل يرعى الأغنام ويربيهم. وقرر آدم أن يزوج أبناءهم من بعضهم حتى يتكاثروا في الأرض تنفيذا لأوامر الله عز وجل. وكي لا يزوج كل توأم من بعضهم، قرر أن يزوج قابيل لأخت هابيل التوأم، وهابيل لأخت قابيل التوأم. وكانت أخت قابيل أكثر حسنا وجمالا من أخت هابيل، فشعر قابيل بالظلم، فأراد أن تكون الأخت الأجمل لنفسه. فرفض أمر آدم عليه السلام، فاحتار آدم في أمره حتى ضله الله تعالى على طريقة يحل بها الخلاف. فأمر أولاده الاثنان بأن يقدم كل منهم صدقة لله تعالى، ومن يقبل الله صدقته يتزوج الأخت الحسناء. فوافق قابيل وهابيل على ذلك. وعمد هابيل إلى غنمه واختار أفضل واحد منهم وقدمها صدقة لله تعالى، بينما أقبل قابيل على سوء محصوله وقدم حزمة منه صدقة لله تعالى. فنزلت نار من السماء فأكلت صدقة هابيل وتركت صدقة قابيل. فغضب وقال قابيل: والله لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال له هابيل: إن الله تقبل مني لأني كنت صادقا في نيتي، وهذا اختيار الله تعالى، فلما لا ترضى به؟ وأخذ قابيل يتوعد أخاه هابيل أن يقتله، ومع أن هابيل كان أقوى من أخيه، ولكنه كان صالحا يخاف ربه، وقال لأخيه: مهما هددتني فإني لن أمد يدي إليك لأقتلك، فأنت أخي وابن أبي، وإني أخاف من غضب ربي. ولكن الغيرة كانت قد أعمت عين قابيل وقلبه. وفي أحد الأيام تأخر هابيل في عمله، فأرسل آدم عليه السلام قابيل ليطمئن عليه. فذهب قابيل يبحث عنه، فوجده نائما بجانب صخرة كبيرة. فتذكر قابيل أخته الحسناء ونظر إلى هابيل، ثم رفع تلك الصخرة وانقض بها على أخيه حتى قتله. ثم وبعد مدة استفاق قابيل من غيرته وغضبه، ونظر إلى أخيه بأنه قد قتله دون رجعة، وأنه قد ارتكب ذنبا تهتز له الأرض بما فيها. فجلس على ركبتيه نادما وأجهج بالبكاء واستولى عليه الندم على ما فعل. ثم احتار قابيل ماذا يفعل بجثة أخيه، كيف يخبر والده بما حدث، ولم يكن أحدا مات على الأرض قبل هابيل. فأرسل الله له غرابين تقاتلا أمامه، فقتل أحدهما الآخر. فلما قتله عمد إلى الأرض فأخذ يحفر حفرة بها بمنقاره، وألقى بها الغراب الميت ودفنها به. فلما رأى قابيل ذلك قال: يا ويلتي ويا لضعفي وقلة حيلتي، أعجزت أن أفعل مثل ما فعل هذا الغراب فأدفن أخي؟ فحفر له حفرة ثم دفنه. حزن آدم على هابيل حزنا شديدا حتى مرت عليه أياما وأشهر وهو يبكي، إلى أن من الله تعالى عليه فطاف على امرأته فولدت غلاما وسمته شيث.
وقالت: الحمد لله الذي وهبني خلفا من هابيل الذي قتله قابيل. ويقال أن قابيل هرب إلى الوادي بعد جريمته الشنيعة. وقد ذكر رسولنا الكريم قصة قابيل وهابيل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفسا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فإذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.